لكنة أو لهجة عراقية صحيح؟ اي هذه انا دخلتها لسبب معين يعني من ضمن الحاله اللي كتبت. ان شاء الله عليك عند تلاحظ بعض الاشياء. طيب خلينا نقول انت خوي يزم وينك امبارح ما دقيت علي؟ مش فاضي يزم كل نهار يزم شقيان انا بتعرف؟ شقيان 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 عوفتني عمري يا رجل. دق علي ادق يوم من اجي وادق عليك ليش ما ترجع تدق علي؟ انا كل يوم اقول وين فلان؟ وين فلان؟ وين فلان؟ يزم والله العظيم اني ماني قادر اقعد الليل وانا ادور عليك، اخلص تعال ابيك تعال علشان نتعلل نجلس نسولف. عوفتني كل يوم مشغول 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 مشغول. من عندك؟ يزم مش منطق هذا. يزم قعدتك وهي بتسموها قعده؟ طول النهار بتحش في خلق الله يا زلمه. مش قاعد انا بديش احكي بديش. مين علمنا على الحش يا زلمه؟ مش انا. مش انت؟ لا مش انا. لا انت حبيبي يا زلمه بتحداك اذا عمري يجيب طاري حدا بالعاطل. انت اول واحد يوم كنا نقعد كنت قاعد تسولف لنا على السوالف الحش. فلان راح وفلان اخذ قصد سياره وفلان اشترى تليفون جديد وكاله وكاله. يعني بتقصد حضرتك اني قلبت ام زكي؟ يعني شوي من خواتها. الله يعطيك. لا حلو حلو حلو. ام زكي خطير. الله يسعدكم ما شاء الله. طبعا برنامجنا اللي هو سكريبت هو يعني ما شاء الله الشباب الان كلهم في التدريب وابدعوا ما شاء الله ممثلين يعني ما شاء الله وكل اسبوع يبدعون وينتجون ما شاء الله مشاهد قويه ارتجاليه نعم وجماعيه ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله مبدعين ما شاء الله. واليوم بنضيف لكم اليوم ابو جسار ما شاء الله عليك. طالع من الخاطر اذا تسمحوا لي. سم روح. بصراحه كلمة حق تنقال. انا جاي البارح والله من تبوك مشواري تخيل من الصباح لين وصلت الليل. بصراحه اهني نفسي الله على الرحله وشفت وجهها غانمه اول. الله يسعدك يبارك فيك. يعلم الله على اريحيه من وجهها الغانمه اللي تخلى الواحد يتحدث وكانه عدها عدنا عند هلا وزود. طبعا هذا اول ظهور لك ابو جسار في وهذا شرف لنا في والله في برنامج تلفزيوني وهذا شرف لنا وانت جالس بين اخوانك وحنا ما عندنا شيء يعني اللهم يعني قناه سميت قناه الواقع للواقع اللي نعيشه وهذا اللي عندنا. ما عندنا شيء لا رسميات ولا تحشد ولا شيء ابدا. عايشين الجو يا ابو عبد الله ولا والله الحمد لله اللهم لك الوضعيه والبساطه. يا سلام عليك شهاده نعتز فيها يا ابو جسار. التنويه بس للهجه اللي تكلم عنها اللي هي بعض اللهجات شوف عندنا الاردن مجتمعاتها كثيره. اي نعم تعدد فيها اللهجات مثل ما ذكر في هو جاء من عمان. هاض شو هاض بالضبط هي يعني هذه الكلمات فلسطينيه داخله على عمان بالضبط. يعني عندنا حتى كلمه يزم هذه اذا يعني اذا تسمعها لازم في الجمله عادي تسمعها 30 مره 40 مره عادي. يزم ولا يا زلمه؟ يزم في يزم وفي يا زلمه وفي يعني يا زلمه يقولونها حضر الباديه. في يزلمه صح يقولونها الباديه عرفت. بس بالنسبه لنا يعني كقبيله عنز هناك متواجده لهجتنا احنا هي صح ما تغيرت. هذا لا يعني احنا كلنا شرف ان يعني نكون من ابناء الباديه الاردنيه. لكن لهجتنا لهجه القبيله هذه المتعارف عليها وين ما كانت موجوده. فيمكن حتى انا يوم جيت هنا للديره السعوديه اغلب العيال تدري ان في بعد اسبوعين وثلاث اسابيع عيال قاموا توهم يعرفون اني انا اردني. نعم نعم ها من 14 سكريبت ورا صاروا يعرفون العيال. نعم 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 صدق. فهذا شيء مرتبط في لهجه القبيله فقط لا غير. ولا عندنا في الباديه الاردنيه وفي الحضر وفي اغلب المحافظات الاردنيه تتعدد لهجات جميله بعض المصطلحات الجميله اللي يبيلها يمكن اكثر من حلقه اننا نذكرها. حبيت انوه الحاجه هذه عشان جميل العالم يسالون عن اللهجه. لكن انت تقيم الان ابو جسار لانك اقرب منه. احنا ممكن يجي يسولف علينا سوالف ما ندري والله نقول والله وش زينك وكلامك زين ابو جسار فلكن ناخذ التقييم منك. لا هو متعلل بالاردن هذه مني انا اقول لك الرجال هذا متعلل هناك. هو اكثر مقاطع انتشرت لي يعني للمعلوميه هو اللهجه اللبنانيه اللي ضربت حتى في الاردن وضربت لها
لها فترة اللي عم بحكي فيها وأنا في الديرة طبعًا عندنا ديارنا. يا سلام عطنا عطنا نزلت علينا أمطار وقتها والنفسية تب تب. يا سلام الله يجيب لنا المطر يعني. أو الأجواء كتير فانتاستيك. هيون هيون البدو عم يتزحلقوا وهيو خيون الكبير أبصر عمون عم بيعيش الغنية. الأجواء كتير فانتاستيك ومن وقتها عدم المقاطع. وفي مقطع عم شوف عم شوف أبو جسار عم يتزحلق من فوق. في مقطع في منطقة حلوة جميلة براد سبحان الله صيفا كنت ماشي مسافر وطفشان عيالي نايمين وقفت منطقة اسمها بليطيح. إيش اسمها؟ اسمها بليطيح في طبعا طريق الحرة بين تبوك و اللي هي توديك ل بدا ما بدا اسلم اقرب مالها مقف وبدا. وقفت ولها جو مغيم الدنيا قلت ابلي طيح اوعى تطيح وشوف الاجواء خياليه بلا ريح اوعى تصيح الاجواء كثير فانتاستيك. هي بتقدر تفل هونيك تحت الفي بتعيش الاجواء زي ما بدك وهيون الغنمات خيرات الله. يا سلام يا سلام عز الله يبارك فيها بلي طيح اوعى تطيح. عبد الرحيم مرحبا. ها شو مجهز لنا عبد الرحيم؟ كل خير. ها اي نعم